الخير، نرحب بالمطرب مصطفى كامل اللي أتحفنا بأغاني الحلوة والمعبرة، ونقول له أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا طني ورني أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا بحضرتك. احنا حابين نسمع منك شيء من نقلتك من كاتب أغنية لمطرب ناجح ونجم متألق. هي مش نقلة، بس كان الموضوع انه عرض اتعرض عليا ان انا اغني، وترددت فيه سنين طويلة، وبعدين جاء الوقت المناسب للشركة اللي عرضت عليا ان انا اشتغل ألبوم كاسيت، فقلت انا هدخل اغني، ولو في الاخر حسيت ان العمل ده مش هيليق بي او مش هيضيف لي، انا مش هنزله للأسواق. طيب للناس اللي بتحبك استاذ مصطفى، شو ممكن نقدم لهم اغنية هيك لو شوي، يعني ما بدنا نتعبك. انا قد كل لحظة ندم، لحظة ألم، قد اللي راح كل الجراح، ما تهزنيش ما يهمنيش إلا أنا، وأنا حالف لعيش، حالف لعيش، ولو كل القلوب ظلمة، ولو كل الدروب ظلمة، ولو كل القلوب ظلمة، ولو كل الدروب ظلمة، ولو كل البشر خانت قلبي، أنا حبي أنا هفضل أقوى من الأيام، أقوى من الأيام، أقوى من الأيام، الأيام، الأيام. شكرا لك ببرنامجنا، وأهلا وسهلا فيك. أهلا بك، مرسي جدا. شكرا. وقف يا رهيب. إيه ترتاح. هيك لقاء خفيف وجميل. أحسن يعني من اللقاء. الغنى بس أنا تعبان، مش عارف تعبان. حلو ولا لا؟ لا صوتك حلو دايما، حلو. ربنا يخليك. الله يخليك. يعني إذا ما عندك مشكلة مثلا تنزل سوريا هيك تشارك بحفلة، تمسك الميكروفون دي. تمسك الميكروفون دي. لا عادي عادي. يعني ممكن أنت تغني بحفلات خاصة مثلا. إن شاء الله. ان شاء الله. هلين يا هلا. هلين استاذ مصطفى كامل، تعرفي؟ يا اهلا وسهلا. اكيد معروف. بنت اختي. اهلا بك. وين رايحه؟ رايحه عيد ميلاد نانا. لا قلت فيه فجاه وقال اذا تنزلي لعندي. احنا هلا خلصنا شغل. استاذ شو عندك هذا؟ نعم شو عندك؟ يعني وين اي ساعه بدك تسافر؟ يعني قدامي ساعتين كده. ستروح مع انا وياك عيد ميلاد؟ لا مش هيك. بلكي بنكسبك بتغني لك شوي هني. يعني عيد الميلاد ننبسط من هيك. طب يعني تشيل الهدايا وتاخذني بدلها بشنطه؟ يعني تطلع بيفرحوا فيك، بيحبوا لك. اذا تروحوا اتصل فيها خبرها انكم جايين معي. ده يعني ضمن العقد ولا مش فاهم يعني. لا يعني ما في داعي، بس نشوف كيف ممكن تكون الاجواء من عيد ميلاد. نروح لناس ما نعرفهمش. انا جاي اصور معك برنامج يعني، بس مش عامل حسابي ان انا رايح عيد ميلادي. ما من اخرك ساعه. ساعه ونكون راجعين. معك سياره؟ انا معي سياره، ما خايف منهم. انا معايا حبيبتي، بس مش هينفع يعني اروح لناس ما اعرفهمش. ازاي تتعرف عليهم؟ شو الواحد كل العالم بيعرفها؟ نتعرف على بعض ونشوف، نتسلى ونرجع ناكل جاتو. ما ينفعش اروح لحد ما اعرفوش يعني. ان شاء الله بعدين. وانا جماعه ما بعرفهم، رفقات بنت اختي. طيب انت رايح مع بنت اختك؟ تروح معنا انت، بتتسلى لك شوي. هي خلصنا شغل، ما عاد في شيء يعني.
لا أنا ومنقول هدية من ناكل. قال إيه أوكي ما في مشكلة. ما في مشكلة خلاص. ما في مشكلة على مين؟ لا استأذنت لأنه جايين ضيوف معي يعني أنا وياه. يعني هي اللي استأذنت لنا كمان نحن ضيوف. على أساس رايحة أنا وأختي وممكن أخي فأخذت إذن قال ما في مشكلة. لا بيروحوا مثل أخوك الأستاذ مصطفى وأنا عادي خالك شو. لا أنت غريب جدا. لا ما غريب بلا شيطان يعني ما في غربة بالموضوع. نتسلى ونحتفل بنانا رفيقتها ونرجع. مين نانا؟ رفيقتها لأخت أختي نانا. كثير ظريفة. الأخ كثير كمان ظريف. صوته حلو هذا بتسمعه. هو لنانا. ربنا يخليك. لا أنا مش يعني أنا مش هينفع. أنا جاي لك برنامج أصور برنامج. خلصنا شغل الحياة يا أستاذ مصطفى. العمر بيخلص في الحياة. مين تتسلى أستاذ تتسلى تاكل تبولة وصبطة و... لا 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 مو جوعانين يعني بس نتسلى. أنا والله ماني متعشي بصدق. أنا دخلت في مواضيع ماليش دعوة بك يعني عيد ميلاد بنت أختك وأنت ما تعشتش. إحنا بنكسبك وبيتعرفوا عليك و ربنا يخليك. ما يعني لو كنت أنا أعرفهم قبل كده وعزموني على عيد الميلاد عادي تتعرف. يلا هلا قلت لو قال جيبيهم. طيب بك بعد بكرة كمان في عيد ميلاد عند أختها لنانا سوسو كمان عند عيد ميلاد تعرف عليهم اليوم تحضر عيد ميلاد. طب تكتبي لي جدول أعياد الميلاد بتاعك أجندة وأنا بقى وهات أوتوبيس رحلات يبقى يعدي عليا. لا مش عم تسلى يعني ما هي أستاذ بس هي اليوم يعني ما من أخرك نص ساعة ونكون راجعين. لا بيش جاكيتها أنا مش هقدر أروح. أنا أضطر أستأذن كلنا مش هينفع. أستاذ بس دقيقتين كده خلصت البرنامج. أستاذ بس لحتى يا سيدي فهمت بس قلت لها يعني صارت حكيت لها ما تحرجني يا أستاذ أعطيه جاكيت وخليه لبسه منه تطلع نطلع أنا وياكي مع الأستاذ. إيه أوكي فهمني بس إيه أنت اديهاني على التليفون وأنا أعتذر لها ولا أنا عندي شغل. لا أنا مش هينفع هيك حتكسفني أنا. نص ساعة عشان ما أخجل والله ما هينفع. نص ساعة ما متأخر. لا يا أخي والله معروف. لا ليش هتحكي؟ لا أخذ دقيقة جايين معنا الأستاذ مصطفى كامل عشان الوقت. لا لا اي حيغني لكم. اي ماشي يلا ماشي ما منطول يلا اوكي سيد. الو يلا جايين افتحوا الباب يلا نسف الطريق يلا جاي معنا الأستاذ مصطفى. سيدي ديني بس صاحبة عيد الميلاد عشان اعتذر لها. الو مساء الخير. لا والله انا مش هقدر اجي عشان بس ما يوهكش نفسي. حكي حكي. لا لا جاي بس جاي الو جايين جايين يلا بس دقيقتين استاذ دقيقتين بس دقيقتين استاذ بس دقيقتين بس الو الو يلا نانا. لا بس لحظه جايين جايين اي خلص جاي معنا. لا ينسى خلص حاجه حكي هلا روحي للضيوف. الو خلص روحي. اي يلا يلا جايين مع السلامه. يلا نمشي. إذا عندك اتصالات خد من جوالي الغيه. يا سيدي أنا معايا جوالي ومعايا عربيتي وكلت جاتوه قبل كده ومتعشي. سلامة خيرك هالأصل بس يعني فكري نكسبك نحن ونفاجئ. أستاذ محمد مش أنتم مكلميني على البرنامج ولا على برنامج وعيد ميلاد وفرح و... هذا شيء تاني. خلصنا هذاك الشغل اللقاء للتلفزيون انتهينا منه. هلا بدنا نقضي عيد الميلاد ونرجع. أنت خنقتني. لا استاذ ليش انا بالعكس لا. الناس اللي بيحبوك وما بدي اياك تزعل مني بس احنا بنحضر عيد ميلاد نص ساعه ولا ترجعنا لهون. نرجع لحالنا بتبشي. حلو ولا ترجعنا لهون. انت عايزنا نرجعك لهون؟ لا مو ترجعني يعني احنا بنرجع. انا في سياره بتجيبنا بعدين كلهم معهم سيارات. او انت قالوا لك ان انا فنان ولا سواق تاكسي؟ لا لا يعني رجعه مو شرط ترجع بنفس الطريق. خلي بفتح سياره من الاستاذ حطيون و... افتح سياره مين؟ لانه ناخذ معنا باقه ورد. ابعت لها ورد باسمي. خلص اتفقنا امشي بنفت نص ساعه شرف. ابعت لها ورد باسمي انما مش هروح. شرف استاذ نص ساعه و... يا سيدي مش هروح. انا مسافر مسافر. بتسافر من هني؟ يا عمي مش انت لو يا استاذ محمد حد يتكلم. انا نازل عمي. استاذ نص ساعه ما بتاخر. نص ساعه. السلام عليكم. استاذ نص ساعه بس. يلا يا زيد. نص ساعه استاذ ما بتاخر. استاذ عشان خاطري بس احنا بنمزح معك. الكاميرا الخفيه يمكن الكاميرا شغاله كانت بعد اللقاء. لا والله من جد
شكرا استاذ مصطفى.